برحب بيكم، أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس شوكت رئيس جمهورية أوزبكستان، السيدات والسادة الحضور، اسمح لي فخامة الرئيس أن أرحب بيك وبالوفد المرافق ليك، أهلا وسهلا بيكم في مصر. واسمحوا لي أن أنا أسجل هنا مدى التقدير والاحترام للعلاقات بين البلدين، علاقات أخوية وعلاقات تاريخية. وإحنا نعرف أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. حرمتي أوزبكستان ريسبوبليكاس بريزيدنتي شاكوت مرزيا جاپورلاري، خانملار ва جانابلار، بس أوزبكستان ديليگاسياسيني ва унинг делегатсияни икинчи кунингиз бўлган Мисрда қутлашдан мамнунмиз ва бу алоқаларимизнинг ривожидан жуда ҳам хурсандмиз. اسمح لي فخامة الرئيس ان انا اسجل تقديري لفخامتك في اول زيارة ليك لمصر، ردا على زيارة رسمية قمت بها في 2018 لبلدكم العظيمة. بو تشريف إنجزنا برينش بار مصر جاب لك تشريف اسمنا قتلي من بو تشريف بزنيك 2018 إنجلي ورتينجز جاب لك تشريف تين كي إنجز بولي أبتا. واسمحي لي أقول لك فخامة الرئيس إن إحنا نعرف بلادكم العظيمة على المستوى التاريخي، إن بلاد نهرين ونعرف مدينة البخاري ونعرف الإمام البخاري والترمذي علماء من علماء المسلمين. جناب بريزيدنت بس سيزنا يورتينغزنا البت ماورو نخا يورتد بلامز سمرقند بخارا شخلدار بار لگن بلامز يورتينغزا ما بيورتينغزا امام بخاري زمخشري و ترمزي كب بيوك علامالار يورتد بلامز. كنت رئيس ما فخمتك زرت بقياس النيل امبارح ايضا ده كان كمان العلامات الجميله اللي موجوده في مصر لاوزبكستان. وشو بلان بخاطر ده سيست تشريف بيرجان أحمد الفرغاني ونيلا مير وشو بلان بخاطر ده يانا باشقى ابن تلون مسجد تاريخا مملكة تاريخ ورتستيك تاريخي لشتران بغلا بتروج مير راستار دان صبلان ده. ومصر كانت من أوائل الدول أو أول دولة عربية اعترفت باستقلال أوزبكستان سنة 1991. مصر أوزبكستان ريسبوبليكاسي مستقلين تان أولغان برينشي لاردان برينشي عرب مملكة تاردان بولغان 92 يلا. وأول دولة عربية أيضا أقامت علاقات دبلوماسية وافتتحت سفارتها في تشقند في 1993. وبرينشي عرب مملكة تردن بولو خام وزنين إيرج خانة سنة عتكام برمين توقسي توقسان وشنش الله. الحقيقة في خمد الرئيس احنا كنا نتطلع لهذه الزيارة لاستكمال مباحثاتنا ولإعطاء قوة دفع للعلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة. جناب بريزيدنت سيزنا مصر دا يانا بر بار قتلايمز و بو تشريفينغز البتة تولي ساخلار ديجي علاقالارمز دا يانا دا رواجدانشكا تركي بولي خسمات قلش دي عميمز. والحقيقة تناولت مباحثاتنا زي ما انتو شفتم حتى من خلال الاتفاقيات اللي تم توقيع عليها، 9 اتفاقيات في مجالات مختلفة، في مجالات التجارة والصناعة، في مجالات الزراعة، في مجال السياحة، في مجال التعاون، في المجالات اللي احنا اتفقنا على ان هي تعطي قوة دفع كبيرة للعلاقات بين البلدين. يعني الميزان التبادل التجاري بين البلدين لا يعكس الحقيقة حجم الاحترام وحجم الثقة وحجم الإرادة السياسية للبلدين في التعاون. جناب بريزيدنت بوغن مانا بس اوزبكستان ومصر ورتاستا ترلي شرطنامه لارني امزا لاشني غواق بولديك توريزم ساخاستا سانا ساخاستا خوجاريك ساخالاردا و بو شرطنامه لار البت مملكات تاري ورتاستيك همكاليك مزنا يانا دا استيل مستحكم لاشكي سبب سيبولا ديگا اميد قلامز مملكات تاري ورتاستيك ساودا اير باشاش البت بزلارنين خوزرگي امكانتان ديگا طولق جواب بيرميدي بزده بلارن رواجان تشكي بلغان قدي و انق سياسي الحقيقة أيضا مباحثتنا تناولت استمرار التعاون واستمرار الدعم المتبادل في المحافل الدولية، وإحنا هنا بنسجل تقديرنا لدعم دولة أوزبكستان لمصر في الحصول على عضوية مراقب في منظمة شنغهاي. وبس شنين ديك مصر و اوزبكستان ورتاستيجي خلقرا جامعات خلقرا تشكاتر دائرة استيجي ببرمزن قولة قواتاشنا يقارا بخالايمز شنين ديك مصر نين شانخي خانقوري تشكيلاتيجي ملاقات بو شريك بولي كل جانيجي اوزبكستان قولة قواتانيجي وزمزم نجالمز خلق لامز. الإرادة السياسية موجودة، واسمحوا لي نحن أيضا اتفقنا على سرعة عقد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين في أقرب وقت ممكن عشان ما اتفقنا عليه يتبلور من خلال اللجنة إلى مسار سريع للتعاون في المجالات المختلفة.
mamlakatlarimiz o'rtasida albatta shu aytganimizdek bu siyosiy iroda juda ham kuchliligi bor va biz shu jihatdan iqtisodiy sohalarda ham hamkorligimizni yanada davom etib yanada rivojlantirishdan manfaatdormiz va umid qilamizki bu masala bo'yicha qo'shma komissiyaning o'tkazgan yig'ilishi mulasani rivojlantirishga albatta o'z hissasini qo'shadi. اتفقنا ايضا على اهميه التعاون الامني والمعلوماتي في مجال مكافحه الارهاب والتطرف، ودي قضيه احنا حريصين على ان احنا نتعاون مع اوزبكستان فيها في اطار ما يمثله هذا الفكر من تهديد للامن والاستقرار مش بس في بلادنا لكن في العالم كله. Shu bilan bir qatorda biz ekstremizm, terrorizm va shu kabi sohalarda, xavfsizlik sohalarida hamkorlik qilishga ham kelishib oldik. Bu xavf-xatar albatta nafaqat yurtingizga, balki bizning mintaqamizga ham o'z taqdirini xavfini solib keladi. Usmahli ana fahamt ar-rais muhim qawi in ana atahaddas ala ad-dur al-mu'tadil wal-mutawazin li al-azhar al-sharif biqaddimu min khilal at-ta'lim al-islam as-sam' واستقبال الطلبة الأوزبكستان لتعليمهم ذلك. جناب بريزيدنت من شان برتاك تلمحش منكي مصرنين الأزهر أونيفرسيتة وزنين معتدل تغرى إسلام صاف إسلام غاي لاربلان تعلم بيش معجر البرادة وابو صاحدة بس أوزبك صاليك طلب لارنا شو أونيفرسيتة ده أخش درجة بس ألقش لامس. الحقيقة كمان كان في توافق في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، متفقين على أهمية إيجاد حل للقضية الفلسطينية، حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقيه. وفلسطين واسرائيل مساله بويتش خام فكلارمز طولق برمز جاموس ايكاليغان بز كواخ بولديك اكتم اللرخام برمي توكوز 67 شيل ديجي ريزوليوس اساس ديجي حدود تارك بولش لازم ايكاليغان بز تاكد لديك. وايضا اهميه ايجاد حل سياسي للقضيه او للنزاع الروسي الاوكراني لما ليه من تاثيرات على العالم كله. وشنيندك بز سجناب لاربلان اوكرانيا وروسيا روسيا مجارا سنة تيز على دخل بروش تيجنا بس اخليات مس استياب كان زي معلوم كل ديك بو مسألة بتون جامعة خاصة والمقطع. ايضا توافقنا على اهمية ايجاد حل لموضوع سد النهضة وتشجيع الجانب الاثيوبي على توقيع اتفاقية ملزمة قانونيا بشأن ملء وتشغيل السد. Shuningdek biz suv masalasi bo'yicha ham Efiopiya bilan bo'lgan to'g'on masalasi bo'yicha ham fikr almashdik va biz sizning bu masala bo'yicha qo'llab-quvvatlaganingiz uchun o'zimizni minnatdorchilik izhor qilmoqchimiz. Wa ismah li ana fahamt ar-rais in ana asajjal tahniyati lakum ala tawqiqkum ittifaqiyya ma Qirg'iziston bisha'n mawdu' mumasil kida. موضوع مماثل موضوع المية في ترجمة مماثل بوش برخل شرطان مدن هم كل جمزنا يعني دي يلقي قوش تيجي بولجان انترست مس جينا برمات تاك لاوس مدن مرة تانية فخمت رئيس أنا بشكرك وبشكرك أيضا على دعوتك لي لزيارة أوزبكستان اللي أنا أتطلع إلى زيارتها في أقرب فرصة وبرحب بيك في مصر أهلا وسهلا ولافد المرافق ليك تفضل فخمت رئيس جناب پریزیدنت یه نبر بار سیگه مصر که بولیگان تشریفی گشون اوزم نجات خواهد فرماش من و از سیدن اوزینگزی یورتینگزی کینچورتینگزی یه نده تشریف بر بلند کتب قلم جناب پریزیدنت مرحمت